وصلنا لمساحتنا الفنية، وخاصة الفن التشكيلي. اليوم رح نحكي عن لوحات طبعا تدعونا لمشاهدة بصمتها بفضاء الفن التشكيلي بأسلوب تعبيري ورمزي بأغلب تتوسط طبعا بأعمال الوجوه والأقنعة في بعد حدوده الألوان مفعم بالطاقة الإيجابية. والفنانة التشكيلية ليلى الأسطى ضيفة صباحنا غير لليوم لنحكي عن أهم أعمالها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم، أهلا صباح وسهلا. الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. رح نبدأ من آخر أعمالك وهو معرضك خبايا الروح يلي كان بالمركز الثقافي العربي بأبو رمانة. خلينا نحكي أكثر عن العنوان الأساسي للمعرض واللوحات والرسالة اللي حبيت توصليها من خلال هذا المعرض. أول شيء سعيد صباحكم. مثل ما كلنا بنعرف إنه الفن هو رسالة سامية، والفنان ابن المجتمع. فأنا أجتني الفكرة صراحة لهالمعرض بالذات من آخر لوحة بمعرضي السابق اللي كان بحديقة تشرين، سوريا ألم وأمل. صراحة كلنا عشنا بفترة الأزمة السورية. نشأت الفكرة وحاولت طرح جديد وأسلوب جديد، فكرة فلسفية، حاولت أوصل بين الفلسفة والفن تمام بأسلوب خليني أقول جملته بقدر الإمكان لأنه نحن فنون جميلة تمام. طرح جديد وأسلوب جديد وفكرة جديدة سقطت كتير من الأقنعة بعد الحرب السورية. وطبعا نحن عايشين بمجتمع أحيانا بيضطر الإنسان يرتدي قناع تماما. أخذته من ناحية إيجابية وناحية سلبية. نعم، يعني كنت أسألك، عم نشوف يمكن هلا على الشاشة بعض من أعمالك، مزجتي بين الواقعي وخلينا نقول حاولتي تبسطي التعبير لكن بطريقة مثل ما قلنا فلسفية حتى كل حدا يفهمها من منظوره. اليوم وجود الأقنعة بأغلب اللوحات، كيف كان عندك هي التجربة هي المزج؟ هل لقيتي صعوبة بإيصال رسالة الفن التشكيلي؟ لأنه بنعرف كل لوحة إلى معنى معين تمام منه بيكون واضح، أحيانا بيكون كل حدا بيفهمه من منظوره. فخبرينا أنت كيف كانت بصمتك لهذا المشروع؟ الحقيقة وقت اجتني الفكرة كنت تزامنا مع دراستي بالماستر، كنت عم بعمل الماجستير إدارة أعمال. كانت الريسيرش تبعي، أنا أول شيء خريجة كلية فنون جميلة تمام. عملت ماجستير إدارة أعمال، الريسيرش تبعي كانت عن الإرشاد النفسي وكيفية إعادة إدخاله بإجراءات المعالجة الطبية. غصت بهالمجال، فتت بهالمجال، هذا كتير ساعدني بدراسة الفكرة. فحسيت حالي إنه فتت عن جد على خبايا شغلات مخباية. ودائما الفنان بطبيعته هو بيكون إنسان حساس شوي وبيلقط شغلات تفاصيل ما بيقدر يلقطها يعني أي شخص صراحة. حاولت بعد الدراسة المكثفة خليني أقول وباعتباري أكاديمية إنه أقدم الأسلوب والفكرة بطرح جديد، أقدر أترك بصمة بتاريخ الفن التشكيلي السوري. مثل ما عم نشوف بعدنا عم نشوف لوحات من معرضك، للتذكير هو كم لوحة كان؟ هو عبارة عن 40 عمل. 40 عمل. كيف قدرتي اليوم تنوعي بشكل الأقنعة؟ كل قناع عم يوصل يمكن رسالة، هل كان في شيء موحد حرصتي انه يكون موجود بكل هدول الاقنعه؟ عم بحكي من الناحيه انا الفنيه او حتى الفلسفيه. تمام. هلا القناع بالنسبه لي هو اذا انتبهتي هو واحد بتقريبا كل اللوحات. صحيح. ولكن كل لوحه هي رساله، تحسي المعرض هو روح واحده ولكن بكل عمل هو رساله مختلفه عن الثانيه. انا ما قالوا لي انه حطي ديسكريبشن خلينا نقول او وصف لكل لوحه، انا رفضت صراحه لانه المتلقي انا بحب هو يفكر، هو يعطي خيال واسع لافاقه، يعني انا بحجم له افاقه بالتفكير.
الأقنعة حاولت بقدر الإمكان جسدها بطريقة جميلة، أو خليني أقول جملها، لحتى تقدر توصل بشكل مقبول ولطيف للمتلقي. نعم. يعني عم نلاحظ كمان بلوحاتك الألوان الجميلة النارية مع ألوان الأزرق اللي هي عم تعطي راحة للعين، بنفس الوقت عم تعطي يمكن هذه الطاقة تشدك لحتى الأسود والأبيض، يعني في لهم معاني مختلفة. ولاحظت أنه مثلا أنت فعلا القناع واحد، لكن كل اللوحة يمكن حاطة الوش المبتسم وبعده أقنعة، يمكن حاطة الوش الشرير وعليه أقنعة، وهذا اللي عم نشوفه بمجتمعنا كثير. تماماً. اليوم كمان وجودها هي الأقنعة اللي أنت عم تستخدميه بلوحاتك مع الألوان، كل لوحة كان حطيتي الأسود الأبيض لتمثلي شيء معين، حطيتي الملون لتمثلي شيء معين؟ إيه طبعاً أكيد. هلأ الألوان مثل ما عم نعرف كلنا كل لون له رمز. صحيح. تمام. كل لون بيأثر على ناحية الشعورية للإنسان، فحاولت من خلال دراستي طبعا أنه أمزج ويكون مقبول وخليني أقول مفهوم قدر الإمكان، لأنه ويشد المشاهد. نعم. حضرتك مثل ما ذكرنا خلال الحديث خريجة كلية الفنون الجميلة قسم النحت. تمام. صحيح. واللوحات اللي الموجودة أو اللي شاركتي فيها بالمعرض الأخير كانت هي بتقنية التصوير الزيتي. تمام. فينا نحكي اليوم أي أقرب اليوم لإليك كفنانة وبتحبي أكثر أنه أنت توصلي رسائلك من خلاله؟ صراحة أنا أول ما تخرجت من كلية الفنون الجميلة اشتغلت نحت واشتغلت ديكور واشتغلت تصميم اعلاني، فانا بنظري يعني برايي الشخصي انه الفنان هو مجاله واسع كبير، بيقدر هو يوظف كل انواع الفنون لتخدم فكرته. تماما. هلا انا حسيت انه هي الفكره ممكن انه من خلال التصوير، وحتى دخلت فيها كولاج ودخلت فيها رولييف، هو نحت بارز في بعض اللوحات مثل ما شفنا انه مجسمات نافره عن اللوحه. اي نعم. ايه تمام. يعني عملت خليني اقول خليط بين النحت وبين التصوير الزيتي باسلوب لطيف ومقبول. نعم. يعني خبرينا اليوم عن مشاركاتك بالمعارض ان كانت فرديه والجماعيه، قديك في برصدك مشاركات كونك ايضا مانك معتمده بس على الفن التشكيلي، عندك يمكن عملي الخاص مجال ثاني تعملي فيه، فهي اعتبرتيها مثل الهوايه، وهذا الشيء الاصعب لانه بتفكري كثير، بتحطي الشيء الاكاديمي بالعملي. فخبرينا عن المعارض، هل في خطط لتشاركي وعن نجاح المعرض يعني كمان؟ الحمد لله هو لقى نجاح يعني واقبال من الناس. انا بتأنى باعمالي، او خليني اقول بالمعارض، يعني بحب وقت يكون اعمل معرض يكون عن فكره. المعرض الاول اللي شاركت فيه هو كان عن معاناه الانثى او المراه السوريه خلال فتره الازمه، كان بطريقه تعبيريه طبعا غير هي غير اسلوبي بهالمعرض هذا تماما. وقت بيخطر له الفكره الفنان فهو لازم يدرسها ويطورها ويوظف كل خلينا نقول الثقافه اللي هو مكتسبها خلال خبرته بالعمل الفني او خبرته الدراسيه او الثقافيه، مثل ما يعني انه انا عملت فلسفه وفن، فانه كل شيء بيتوظف بهالشيء هذا. لهيك انا انه عملت اول معرض وهلا ثاني معرض، بس بحب شارك معارض جماعيه. حلو كثير انه ثقافه التيم، انا كثير بحبها لانه كل انسان غير الثاني، هو حاله خاصه وبنكمل بعض بالنهايه. والحمد لله شاركت بكذا معرض بدبي باوروبا وهلا وطبعا بلدي الام سوريا. اكيد ذكرتي من شوي انه من معرض سابق من لوحه كنت مستخدمه فيها يمكن الاقنعه عملتي معرض، بنيتي معرض جديد 40 لوحه من هذا المعرض. خلينا نحكي شو اكثر الاراء اللي اجيت خليت تبني عندك فكره جديده لمشروع جديد، او حتى هيك اي راي اثر فيكي وفتح لك الباب لشيء انت حابه تسويه مستقبلا؟ صراحه انا كثير اعجبت بالاصداء تبع المعرض،
لأنه لقى إقبال الحمد لله. حقيقة أنا عم بشتغل بهالمعرض، إجتني أفكار للمعرض من هلأ من هلأ وبلشت فيها يعني الحمد لله. دائما الإنسان أو الفنان عنده أفكار جديدة بيحاول يطورها ويدرسها، ومن لا يتجدد يتبدد. أكيد يعني دائما كمان الفنان عنده عيون بترصد اي شيء بالمجتمعات، وخاصه انه انت متنقله مسافره، فهل ظواهر المجتمعات وحده ولا كل مجتمع له شيء معين خاص استفدتي منه؟ لانه بالنهايه الفن بيجمع الانسانيه يعني. تماما. في مواضيع عم تشوفيها عم تحاولي تنبهي منها بلوحاتك، تنشري رسائل توعويه. اكيد. وخاصه مثل ما قلنا انه بعد الحرب يمكن كثير طلعت من خلينا نقول أمراض نفسية مجتمعية تماماً. موجودة تماماً. فخبرينا كيف هيك ترجمتيها بالفن؟ يعني طبعاً هو كل مجتمع له خصوصيته وفي مبادئ أساسية تمام، ولكن في أحياناً ظواهر تظهر بالمجتمعات كافة. هاي الظواهر بتكون بعد الحروب، بعد الأزمات الاقتصادية. صحيح. العالمية خلينا نقول، يعني هلأ الأزمة الحروب عالمية، أزمة الاقتصادية عالمية تماما. فبيصير في ظاهرة هي متفشية بكل المجتمعات. هلأ أنا حاولت أنه ركز على القيم النبيلة، يعني أنا حاولت جمل القناع أنه نحن شايفينه أوكي ماشي بس خلينا القناع تمام معلش، بس أنه خلينا نستخدمه بناحية إيجابية تمام، لنثبت القيم النبيلة. في تناقضات كثير بالمجتمعات، في وحسيته أنه هو المفتاح. إذا انتبهتي في بعض لوحاتي فيها كلها مفاتيح، القناع هو المفتاح يلي يعني الوجه الإنسان هو بيقدر يعبر فيه عن كل حالاته، الحزن، الغضب، الفرح، النقمة، عرفتي كيف؟ يعني من خلال هالقناع حاولت جسد فكرة وثبت قيم نبيلة خلينا نقول يلي هي المحبة، انه التجميل يعني نجمل الصورة قدر الامكان. نعم. هيك بالوقت المتبقي رسالة اليوم حابة توصليها لكل طالب فنون جميلة بعده على مقاعد الدراسة، او اذا بتحبي ممكن تخصي الانثى بشيء تفضلي. يعني أنا بحب أقول لكل امرأة سورية كوني أنت، وطبعا بالإصرار والإرادة والعزيمة دائما الإنسان بيقدر يحقق المستحيل وبيجذب له الطاقة الإيجابية. نعم يعني نحن أكيد كتير فخورين فيك أنك بمحاولاتك وإصرارك أنك تظلي مستمرة بالفن، لأنه غالبا اغلب الناس اللي بدرسوا فن تشكيل احيانا المجال الثاني بياخذهم تماما، ما بيكملوا بالشيء بهذا الشغف. فانت يعني واضح عندك شغف حتى تعملي تماما بصمه بالفن، وواضحه الموهبه خلينا نقول احترافيه، لانه في شيء احترافي أكاديمي. وتكنيك جديد يمكن تمام. وهو القناع اللي ما كثير بنشوفه، دائما بنشوف اشياء بترمز لشيء معين مثلا بورتريه، لكن القناع ما كثير شفناه. اليوم تقنيتك الجديده كيف تلقوها الفنانين الاخرين؟ اكيد حضروا المعرض. ايه تماما اكيد لي. يعني اعجبوا وحبوا الطرح انه باسلوب جديد. هي الفكره غريبه صراحه. صحيح. لانه طبعا يعني حضرتك قلتي انه انا من خلال اسفاري كل الناس تلبس اقنعه، بس يعني خليني اقول انا كمان انه انا بطبعي شوي جريئه، لهيك خلينا نقول انه دليت عليه كشفتيهم. يعني دليت انه هو موجود. صحيح. هو موجود ولكن بطريقه جميله، فنحن باعتبارنا انه فنانين لازم نجمل الاشياء. يعني بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا، وجودك اللطيف الفنانة التشكيلية ليلى الأسطى، بنتمنى لك كل التوفيق بكل أعمالك القادمة وبمزيد من التألق والنجاح. ميرسي كثير لكم وأهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله هيك بنستقبلك يكون عندك معارض عالمية كمان. إن شاء الله. لأنه دائما إن شاء الله. أكيد. يعني قبلك كان المايسترو عم نقول على صوت الراحل صباح فخري، هو كان سفير سوريا لكل العالم، وأيضا الفن التشكيلي هو رديف
للفن بشكل عام بسوريا. تماما. أتمنى تكونوا سفراء سوريا، توصلوا رسائل اجتماعية وسياسية ورسائل محبة وسلام من سوريا لكل العالم. أكيد. شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم.